السلام عليكم عشاق قناه سكينه، مرحبا بكم في فيديو جديد وفكره جديده. بحكم ما غادي ندير لكم واحد لو تيم ديال عيد ميلاد، فالوغ فكرت اشنا هي الطريقه باش نفخ البالونات بلا ما تنفخهم بالفم ديالك. فقلت علاش لا نجرب معاكم الطريقه. هو الرابوز المغربي اللي ما كيخطا كل حتى دار. المهم بقاو معايا غنوريكم الطريقه، غنجرب انا وياكم او ميم طون، واش غتصدق ولا ما تصدقش. بقاو معانا. اول حاجه غادي ندير الفم ديال الرابوز، غندور عليه اللصق بحكم كيكون شويه فيه ماضي باش ما يتقبوش لينا، باش ما يتقبوش من المفاخات. دابا غنجرب. متبقاش المشاهدين غتحاولوا تشدوا بحال هكا. فوالا بحال الزيت. شوف كيخرج نفس منها. بحال هكا تحاولوا تحطوا يدكم بحال هكا باش كي خصنا نضيعوا لكم شي واحد. حيت انا باقا ما عرفتش الحجم اللي غندير، غادي نصايبهم بحال هكا. ضروري غتشدوه بحال نفس الطريقه اللي كديروها ملي كتبغي تنسخها بالفم ديالك. ضروري كتشدها من هاد لابارتي، كتخليها شويه مبسمه بحال هكا. نكملوا بهاد الطريقه سي كتشدوه من هاد لابارتي كيف ما كتلاحظوا، كتبقاو نفخو. كتقبطو وتطلقو كيف ما كتلاحظو، كتقبطو على هذيك لابارتي وكتطلقو. حبسات كاين لاحظت واحد النقطة العملية، هي كتقبطو وكتطلقو باش هي ملي كتعاود تجر فحال هكاك ما كتعتقش ليكم، يعني ما كتعاودش تفش. نجربو مع هاد البيضة. هاهم شنو كيفاش كدير، وكتشدو بلاش نور محطه، كتشدو كطلقو، هي كتنفخ كتشدو كطلقو، كتشدو كطلقو بحال كتنفخها بالفم ديالك. بحال بهاد الطريقه شدي دير، من الافضل يعاونكم شي حد. خاص هاد الميثود فيه شويه الجهد، ولكن اللهم هاد القضيه ولا تبقى في التنفس. سير اسكن كتقبطو من هنا وكتطلقو، كتقبطو وكتطلقو حتى كتنفخ ليك. ما انتم اون فوا هي كتنفخها المره الاولى كتقبطوها بحال كتنفخها بالفم ديالك، نفس لا ميثود. كنتمنى الفكرة تنال إعجابكم وطرقكم.
طريقه عمليه بزاف باش ما تكلفوش فهاد السورتو د لا بيريود ديال كورونا. ما كاينش الشقه انك تريسبيري اي حاجه ديرها في فمك. راكم عارفين ما يمكنش النفاخات غادي تغسلوهم يعني بالنسبه للبلاعه. اي حد اللي عنده الحساسيه سورتو ولا غيعرف هاد القضيه ما كتقدرش تنفخ واحد الكونتيت كبيره. ممكن نكملوا بهذه الطريقه حتى كنسالوا النفاخات كاملين وبقاو معانا حتى نوريكم الجزء الثاني ديال الديزاين اللي غنديروا في لو تيم ديال لانيفيرسير ان شاء الله. وهنا شي كما كتلاحظوا بعد ما نفخنا لي بالون. شكرا على المشاهده، لا تنسوا الاشتراك في القناه وذلك بالضغط على زر لايك سبسكرايب وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء والأحباب ليصلكم كل جديد. ولا تنسوا متابعتي أيضا على صفحاتي في الفيسبوك والإنستغرام وذلك بالكتابة في خانة البحث @ شين سكينة 1. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.